الرحيم. السلام عليكم، تحياتي تحياتي جندي أمازيز رشيد من دوار يقوت الحرس الجندي سابقا الحرس الملكي سيريا الأولى لمشاة تحت أمر سيدنا إن شاء الله. المشكل عندي مشكل ديال الظروف ديالي. واحد السيدة دعتني في 2015، دعتني فولونتي خرجني الرئيس بالمخزني، خرجني على برا، عودت استنفات، عاود تمشيت للاستئناف، عاودوا حكموا عليا بالبراءة، عاود جيت منعتني تاني من الطريق، قالت لي اللي ينعلبوك وبول مخز، عاود تساخرت الله، رجعت مشيت ديكلاريت، مشيت درت شكاية للشيخ، مشيت درت شكاية للجودان، درت شكاية للقائد، مشيت للمحكمة، تلقى الحفظ، ما كانش اللي يعيط على هاد المرأة، عاودت تاني حلت لي الشرجم، مشيت دعيتها لعند القائد. ملي دعيتها عند القايد لقيت انا مدير اجتماع هي والشيخ والخليفه، خرجوا دخلت انا، مهما دخلت تبشرت، قلت لي فينا هي سعاده القايد المواجهه ديال الناس اللي دعيت، قال لي فين ما عجب كثير، قلت له حطيتيني انا امام امتحان فوجو هو، قلت عليه قلت له حطيتيني امام امتحان، قال لي اللي عجبك سملي سمعوا المخازني هكا وسمعوا الشيخ راه ولاو دابا تيطردوني انايا من القياده، دابا صبح دابا انا ديالي مشى ليا وصيفتوني للحبس نهار 4 في شهر 8 داوني للحبس فولونتي، وداك الشيء اللي كاتبين عليا انا طلبت النجده وما دايرين العكس ديال داك الشيء اللي طلبت انا، وليت دابا انا مشيت للحبس دوزت شهر ونص وهاني خرجت تاني من الحبس. ملي خرجت تبشرت بالطرد من القياده ما نوصلهاش، علاش شنو المشكل ديالي؟ دابا اللي بغيت انا نفهم، بغيت نعرف شنو الدفو ديالي انا وعند من غادي نمشي وعلى من محسوب انا دابا حاليا، دابا اش من مخزن، واش انا مع المخزن او لا ضد المخزن؟ دابا الغريب في الامر ما تفهم لي والو انا، ودابا تنطلب الله سبحانه الا هو، تنطلب الله سبحانه الا هو، تنطلب الله سبحانه الا هو يدير لينا وليكم شي تاويل ديال الخير. بغيت الله سبحانه الا هو وبغيت سيدنا انا يدخل ليا، راه طلبت انا النجده ودابا اللي عطى الله هو هذاك، دابا حنا تنطلبوا هي النجده، ما بغينا دابا بغينا غير الامن، واش مامنين ولا ما مامنين؟ تنطلب انا الله سبحانه الا هو يدير لي شي تاويل ديال الخير والله يجازيكم بخير، وتنطلب الله سبحانه الا هو يفرج علينا وعليكم. انا اللي بغيت دابا تنمشي للمحكمه، دابا حتى المخزن اللي نمشي لعندو ما بقى، الا مشيت للمحكمه تلقى الحفظ، الا مشيت للقياده تيطردوني، اشنو ذنبي اشنو المطلوب مني انا دابا؟ انت اشنو المطلوب؟ شكون اللي طلب مني شي حاجه دابا؟ انا المخزن دابا اللي معذبني، ماشي الناس ما وقفوش وما داو ديالهم ولا انا تيتسالمي، دابا الناس بيديو ليا ديالي بالمخزن، الناس تيعرفوا الجوايع كاع اللي دور شي جا، دابا انا بلا شغل، دابا الناس خدامين انا تنموت، انا كل نهار هاني في المحكمه، هاني في المحكمه الاخرى، هاني في القياده، كاع الناس تينيشوا عليا دابا في هذا الاخر ديال اللي ماشي الموتى، ماشي الناس ديال البلاد اللي انا ظالم ولا عندي سوابق ولا ما عمري في حياتي العالم تيحترمني، دابا حاليا البلاد كامله تتحترمني، انا دابا حاكم عليا المخزن، ما عرفتش انا القايد اللي قبل منه قال لي راه هجموا عليك، قال لي راه في راس العامل بان قلت لي راه منها هجموا عليا، مشاو الناس حتى لعند الوالي، وجاو حرشوا عليا الناس ديال الدوار هجموا عليا، دابا انا دابا ماشي سابقين ليا، انا سابقين لعندي، السيناريو باش خرجت من دار المخزن هما بيخرجوني ثاني من دارنا، تنطلب لنا يجازيكم بخير، تجيو تشوفوا الأسرة ديال طمازيز رشيد في دواري قد تنصح تشنو ذنبنا، بأن المسألة ماشي شخصية وإنما اجتماعية، مسؤولية أنا أمانة خوتي في عنقي أمانة، أنا دابا مع من بغيت نهضر، شكون هذا اللي غادي نقولوا في المثل نمشي لعندو من غير الله سبحانه إلا هو؟ وتنطلب دابا تنطلب الله يدير لي وليكم شي تاويل ديال الخير، تنطلب الله سبحانه إلا هو، تنطلب الله سبحانه الا هو، تنطلب الله يدير شي فرج ان شاء الله شي فرج ديال الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.